لا زحام على بوابة سوق الخضار المركزي بالحديدة، وهو مكان كان يكتظ بالمزارعين الذين يعرضون محاصيلهم فيه على الدوام. ما في شغل، الشغل ميت، الزبائن كلهم مع الحرب كلهم تطايروا جميع المحافظات، ما يقول له شوية ما عاد بشط الزر، كل المحلات فاضية الآن، أقل 40% الشغل إن السنة الأولى. تسببت الحرب بشلل كبير، صارت حركة الصادرات من الفواكه والخضروات متوقفة تماما، فيما التلف يصيب الكثير من المحاصيل الزراعية والتي يحاول بعض التجار تصديرها عبر منفذ الوديعة الحدودي. الصادرات توقفت يعني 90% تقريبا، 90% مع بعد الطريق عن طريق الوديعة، يعني أكثر القواطر تخرب الحبحاب والشمام، إن كان الخط حرض قريب جدا، كان يوم واحد تدخل السعودية على طول، الصادرات كانت ماشية 100%. كثير من المنتجات تتكدس هنا لأيام، ليضطر المزارعون التوقف عن العمل جراء غياب المشتقات النفطية وإحجام كثير من المواطنين عن الشراء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. البيع والشراء كلها واقف، وبصراحة هذه الأزمة أثرت علينا بشكل كثير، والسوق عندنا تدهور مرة. على أمل يناضل من تبقى هنا بعرض بضائعهم لتأمين ما تيسر من الحياة، لكنه يبقى أملا مرهونا بصمت أفواه البنادق وتوقف نزيف الرصاص على ذلك يكون قريبا.